رجل يكره المرأة النكدية، قومي نظهر، ما بدي أظهر، قومي نحضر تلفزيون، ما بدي أحضر تلفزيون، تطلب فراريج، لا ما بدي أكل فراريج. يكره الرجل هذا النوع من النساء عندها ما بدي وماشي فيها، حتى لو الشغلة بدي إياها بس لأنه جوزة قال، شو بتقول له؟ تعرف هيك نوع منتشر هيدا.